السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار، أهلا بكم، ونبدأها بالحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون فجر السبت إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لمنزلين في منطقة الحكر بديل البلح وسط قطاع غزة وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوصول 35 شهيدا وأكثر من 60 جريح معظمهم من الأطفال والنساء إلى المستشفى منذ الجمعة وحتى منتصف الليلة الماضية. المصادر ذاتها ذكرت بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض وانخفاض التغذية وسط أطفال غزة بسبب استمرار العدوان الصهيوني على القطاع. وقالت كاترين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف إن حالات الإسهال بين الأطفال دون السن الخامسة ارتفعت من 48 ألفا إلى 71 ألفا خلال أسبوع واحد فقط، أي ما يعادل 3200 حالة إسهال جديدة يوميا، مشيرة إلى أن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور الوقت في ظل الخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى جانب نقص الغذاء والماء. المسؤولة الأممية شددت على ضرورة حماية الأطفال والمدنيين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية. الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور كل يوم. لا يزال الأطفال والعائلة في قطاع غزة يتعرضون للقتل وحياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها إلى جانب نقص الغذاء والماء. يجب حماية جميع الأطفال والمدنيين من العدوان وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية. دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة التي أصبحت مكانا للموت واليأس بعد 3 أشهر من العدوان الصهيوني الهمجي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء. ووصف مارتن جريفيت وكيل الأمن العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان صحفي، وصف الوضع الإنساني في غزة بالمأساوي بعد مرور 3 أشهر على العدوان الصهيوني المتواصل. وأضاف المسؤول الأممي أنه قد حان الوقت ليستخدم المجتمع الدولي كل نفوذه لإنهاء فوري لهذه الحرب. أعلنت المقاومة الفلسطينية السبت أن قواتها تخوض اشتباكات وصفتها بالضارية جنوبي قطاع غزة. وأفاد الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبر حسابها الرسمي على التليجرام بأن قواتها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي في محور التقدم بمنطقة معن شرق خان يونس. أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي واعتقل آخرون السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في القدم وجرى نقلهما إلى المستشفى. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة وفتشتها واعتقلت مجموعة من الشبان.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات في غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس بالتزامن مع تواصل القصف على مناطق وسط المدينة. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربي النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الجرحى من مخيم المغازي. غارات جوية لا تهدأ وأحزمة نارية لا ترحم، دوامة موت جماعي في غزة تختصر في قصف جوي ومدفعي يطال مناطق واسعة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. شهداء هم جميع أفراد عائلة عبد الرزاق أبو سنجار الذين قضوا بقصف استهدف منزلهم الواقع في رفح جنوب القطاع. أتوا من الله سبحانه وتعالى يا بن كفير يا سموتريتش يا 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 نتنياهو ويا جالانت يا مجرم، كلكم جميعا مجرمين. أتوا من الله أن تبقوا أحياء وتروا أبناءكم ونساءكم كما أرى أبنائي ونسائي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الرجل خايف ومخلي، رجع الدار الساعة 10 تقريبا أو الساعة 11، الهدف كان في داره. أختي كانت في الغرفة اللي تحت بيته، الغرفة اللي تحت بيته، فاستشهدت حتى كلها ركام شكلها طايلينها من تحت الأرض، الله يرحمهم. يتعرض الجنوب لغارات لا تتوقف يشنها طيران الاحتلال، والمدينة الأكثر استهدافا هي خان يونس، منطقة القرارة، بلدة خزاعة ومناطق أخرى مجاورة، والحصيلة 32 شهيدا منذ صباح يوم أمس. بوسط القطاع وتحديدا مخيم المغازي انتشلت طواقم الإسعاف عددا من الجرحى بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج. مشاهد أحياء حولها جيش الاحتلال إلى أكوام من الركام غدت بلا منازل ولا بنى تحتية، ناهيك عن طفح مياه الصرف الصحي. قصف من زوارق الاحتلال طال أيضا شواطئ دير البلح التي تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات عنيفة. وفقا لمصادر طبية فلسطينية، فقد أسفر قصف طيران الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية عن استشهاد 125، ما يرفع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 22,000. دماء تنبعث منها رائحة كارثة إنسانية تتكشف رويدا رويدا مع انتشار جثث متحللة ملقاة في الشوارع، وذاك ما من شأنه أن يفاقم أوضاع النازحين الإنسانية في القطاع. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة بتجدد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة صوبه. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ناشدت في وقت سابق المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية لحماية الطواقم الطبية والجرحى وحوالي 14,000 نازح يحتمون بهما وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات القطاع، ما يجعل قرابة 2,400,000 شخص في حالة خطر حقيقي. بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي الجمعة أضاف أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية هو جريمة نكراء مسحت كل القيم الإنسانية والأخلاقية وشوهت الصورة الأوروبية والأمريكية وداست القانون الدولي وفق تعبيره. كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي حسب البيان إلى اتخاذ موقف تاريخي ضاغط بوقف حرب الإبادة الجماعية. تتعرض مدينة رفح التي يزعم الاحتلال الصهيوني أنها آمنة إلى قصف مدفعي وغارات جوية متواصلة دمرت عددا كبيرا من البيوت والبنايات على رؤوس ساكنيها الذين لم يستوعبوا حجم الدمار والخراب الذي حل بمدينتهم. هنا رفح تروي هذه الأطلال قصصا لعدوان همجي أتى على كل منازل وبنايات المدينة،
يتفقد أهالي رفح ما تبقى من ذكريات وسط هذا الخراب، ولا يجدون منها إلا تنكيلاً يلاحقهم من ملجأ إلى آخر وتدميراً يطال بيوتهم. الضرب ما شفناش إلا إيش أقول لك، يعني أحجار وردم بنزل عليك، تكون قاعد في بيتك آمن أنت، يعني مش متخيل إنه 1%، فاهم كيف؟ ويجيك صاروخ وأنت نايم ويروح اللي يروح ويتم اللي يتم. هاي كل القصة يعني، وين زي ما بقول على بركتك يا حاج اللي هو شغالين. ولأن المقاومة كانت عصية عليه، فقد لجأ جيش الاحتلال إلى تدمير بيوت على رؤوس ساكنيها، جرب فيهم كل أنواع أسلحته المحرمة دولياً، متفاخراً ببطولات زائفة صنعها على حساب أطفال ونساء وشيوخ غزة. الشهداء هو بكون أخوي وابنه وأختي ومرت أخوي وأولادها، بس هي أهداف إسرائيل، هي بنك الأهداف تاعهم العسكري. القصف الهمجي أخفى معالم بعض المنازل، بل أخفى معالم أجزاء واسعة من كل قطاع غزة، لدرجة صعب على الأهالي التعرف على بيوتهم، وباتوا عاجزين عن استيعاب ما يحدث لهم. أمي وأخوي وأختي وعمتي، وفي إصابات عمتي وعمي وابن عمي. أحياء سكنية تحولت إلى أكوام من الركام، ورغم انسحاب جيش الاحتلال من بعضها إلا أن حجم الكارثة التي خلفها تروي قصصا فظيعة عن مدى وحشيته. اللي صار يا ابني، ما كنا قاعدين نتحدث يعني العادة، وأنا كنت تعبان وعنا الناس النازحة قاعدات البنات، أنا كنت عم مدد على سريري ما سمعت الخبطة إلا غير أنا وجوزي، وصحيت يا ابني اتدمرت الدار الحمد لله. هذه رفح أو ما تبقى منها، كثيرا ما زعم الاحتلال أنها مدينة آمنة، قد يكون صادقا في بعض من رواياته، إلا أن الأمان في رفح أتى بعد أن حولها جيش الاحتلال وطيرانه إلى كومة خراب تفوح من كافة أرجائها رائحة جرائم صهيونية دموية. تعيش مستشفيات قطاع غزة التي بقيت صامدة في وجه العدوان الصهيوني ضغطاً شديداً بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى والمصابين الوافدين إليها بشكل يومي، أمام نقص فادح في الموارد والكوادر الطبية، وهو ما تعيشه أقسام المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوبي القطاع. بين عملية جراحية وأخرى، حركة لا تتوقف هنا في غرفة العمليات في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. من رأى ليس كمن سمع، هكذا يصف ياسر خان وهو طبيب عيون كندي قدم إلى غزة متطوعا، ما يعيشه يوميا في القطاع من حالات صحية معقدة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على رؤوس الغزاويين. إن المأساة الإنسانية ضخمة جدا هنا، ولا أعتقد أن الناس لديهم فكرة عن مدى مأساة هذا الأمر إلا إذا جاءوا بالفعل وشاهدوا بأنفسهم مدى المعاناة التي يمر بها الجميع. كل ساعة تقريبا يأتي شخص مصاب بما في ذلك الحالات الخطيرة الكثيرة. الناس يفقدون أرجلهم وأعينهم وحياتهم، والعاملون في مجال الرعاية الصحية يعملون 24 ساعة كل يوم بدون أي شيء وبدون موارد وبدون أدوية، لذلك فهو وقت فظيع للغاية. خلال فترة تطوعه القصيرة في القطاع، يقول طبيب العيون الكندي إنه رأى فظائعا صادمة في مجال تخصصه أكثر مما رآه طيلة عقود من مزاولة المهنة. كل الحالات التي شهدناها مرتبطة بالمتفجرات، سواء كانت مدفعية أو قنابل، جميع الإصابات خطيرة للغاية، والعديد منها يهدد الحياة. أقوم بإجراء جراحات العيون وأيضا بإجراء جراحات تجميلية لترميم العيون والوجه، لذلك رأيت الكثير من إصابات الوجه. لقد فقد كثير من الناس أعينهم. لقد رأيت المزيد من الصدمات عندما يتعلق الأمر بالعيون أكثر مما رأيته طوال 20 عاما من الممارسة.
20 years of practice. فؤاد أبو عودة حالة من بين عشرات المصابين الذين يتعامل معهم أطباء العيون بشكل يومي هنا في المستشفى الأوروبي بخان يونس. إصابتي بقيت في البيت دائم أنا، فما شفت الضربة أجتني في البيت بعرفش حالي لغير في المستشفى. بعد نهار أو نهارين فقت من البنج وبديت أطلع في جسمي كلهم جبس وبلاتين، وفي العين الشمال راحت كلها، ما شوفش فيها بالمرة. مشهد قسم جراحة العيون في المستشفى الأوروبي بخان يونس ما هي إلا صورة مصغرة لمأساة يومية تعيشها من بقيت من مستشفيات قطاع غزة صامدة في وجه القصف الصهيوني المتواصل. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن الحركة تأمل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يركز في زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع. هنية في كلمة له عبر عن أمله في أن يكون بلينكن قد استخلص العبرة من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال وفق وصفه، مؤكدا أن حماس تتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية التأكيد لواشنطن أن استقرار المنطقة يرتبط أساسا بالقضية الفلسطينية. نحن نأمل من سيد بلينكن أن يكون قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال الصهيوني وتصديق أكاذيبه، مما تسبب بمجازر وجرائم حرب ضد أهلنا في غزة غير مسبوقة. كما نأمل أن يكون تركيز هذه المرة على إنهاء العدوان على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية. في ذات الوقت فإننا نتمنى من الإخوة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية التي ستلتقي بوزير الخارجية الأمريكي التأكيد للإدارة الأمريكية بأن مستقبل منطقتنا واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بقضيتنا الفلسطينية. قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن حرص الإدارة الأمريكية على تحالف دولي لحماية سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر يكشف الشراكة والمسؤولية الكاملة لواشنطن في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق أن أي تحالف دولي ضد مواقف تضامنية تنتصر لغزة وفلسطين تعبر عن حالة توحش وانعدام القيم الإنسانية لكل الدول الداعية والمشاركة فيه. حرص الإدارة الأمريكية على تحالف دولي تحت مسمى حارس الازدهار لحماية سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، بينما تقف بكل الوسائل ضد كل محاولات المجتمع الدولي وقف الحرب العدوانية ضد قطاع غزة، يكشف الشراكة والمسؤولية الكاملة لهذه الإدارة ورئيسها بايدن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين من أبناء شعبنا في قطاع غزة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الجبهة اللبنانية فتحت من جديد فرصة تاريخية للتحرير الكامل لكل شبر من لبنان ولتثبيت معادلة تمنع الاحتلال الصهيوني من اختراق سيادته. نصر الله في كلمة ألقاها الجمعة خلال ذكرى مرور أسبوع على وفاة النائب اللبناني السابق والمعاون التنفيذي للأمين العام لحزب الله محمد حسن ياغي جدد تأكيده أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت خرق خطير سيرد عليه الحزب في الميدان. في الضاحية الجنوبية نحن لا نستطيع أن نسلم بهذه المعادلة، هذا خرق كبير وخطير. قتل الشيخ صالح القائد الكبير قطعا هذا لن يكون بلا رد ولن يكون بلا عقاب، ونحن لن نستخدم عبارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان،
الميدان هو الذي سيود، الميدان لا ينتظر الآن، وبالتالي هذا ود آت حتما، ولا نستطيع أن نسكت على خرق بهذا المستوى، بهذا المستوى من الخطورة، لأنه هذا يعني أن كل لبنان سيصبح مكشوفا. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أعداء بلاده يعلمون أن إيران أصبحت دولة قوية، مؤكدا أن ردها على هجوم كرمان ستحدده القوات المسلحة الإيرانية في الزمان والمكان المناسبين. رئيسي في كلمة له خلال مراسم تشييع ضحايا التفجير الذي هز محافظة كرمان أكد أن الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوما على الحرب، مشددا على أنه باكتمال معركة طوفان الأقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني على حد وصفه. أعداؤنا يستطيعون رؤية قوة إيران، والعالم كله يعرف قوتها وقدراتها. قوتنا ستقرر المكان والزمان للتحرك. نحن نعلم أنه بمجرد اكتمال عملية طوفان الأقصى ستكون بعون الله نهاية الكيان الصهيوني. كشف الإعلام العبري عن نشوب خلافات كبيرة وانقسامات حادة مرة أخرى بين أعضاء ما يطلق عليه الاحتلال الصهيوني مجلس الحرب، على خلفية منع رئيس حكومة الكيان رئيسي جهازي المصاد وشباك من حضور جلسة المجلس، يأتي هذا في وقت تكبد فيه المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في صفوف القوات الاحتلال. تضرب المقاومة الفلسطينية، تصيب أهدافها وترد عدوها مقتولا أو مصابا مهزوما بشهادة الصورة. بها انتقل مشهد التخبط والارتباك الميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل الصهيوني، كاشفا عن شدة التصدع في قلب ما يعرف بمجلس الحرب الكابينات. هناك اندلع خلاف جديد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. القناة 12 العبرية استعرضت تفاصيل آخر فصول الانقسام، وقالت بمنع نتنياهو رئيسي الموساد والشباك من حضور جلسة لمجلس الحرب، ومنع وزير دفاعه من لقاء المسؤولين الأمنيين. حدة الانقسام حسب القناة 12 بلغت اتهام جالانت نتنياهو بأنه يضر بأمن الدولة. واضح أن المسار الميداني والعسكري للحرب الدائرة على قطاع غزة تشي بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أيضا معها في حالة عجز تام عن تحقيق الأهداف العسكرية، وغير قادرين على تحقيق أي إنجازات تقدم سواء للرأي العام الداخلي الإسرائيلي أو حتى للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل غير مسبوق. بالمقابل حكومة اليمين تستعد الآن وهي مستعدة على الدوام لغاية يعني إبقاء نفوذها وإبقاء نتنياهو في الحكم وللتملص من المساءلة وللتملص من قضايا الفساد. يعني الواضح أن نتنياهو يغامر بالأمن الإسرائيلي وهو على استعداد لتحترق إسرائيل في سبيل بقائه السياسي. اجتماع لمجلس الوزراء الصهيوني المصغر كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة، سرعان ما انفض على وقع مشادات حادة وصراخ أعضائه دون تمكن من مناقشة اليوم التالي. زعيم المعارضة الصهيونية يائر لبيد اعتبر التسريبات الصادرة عن المجلس وصمة عار ودليلا إضافيا على خطورة الحكومة التي وجب حسبه تغييرها ورئيسها. الإعلام الإسرائيلي ونتنياهو ونطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي وحتى جالانت كانوا يتحدثون بأن لجان التحقيق سوف تفتح بعد الحرب، لا تحقيق إلا بعد انتهاء الحرب. ولكن لماذا الآن بدأ تشكيل لجنة تحقيق يرأسها شاول موفاز، كان وزير دفاع سابق ورئيس أركان سابق، وبالتالي كان هناك أيضا انقسام في داخل الحكومة حول هذا التحقيق وحول هيرتز هاليفي رئيس الأركان، وهناك جزء ممن غادروا الاجتماع، وهناك من دعم هيرتز هاليفي كرئيس الأركان، ويوقف جالانت أيضا دافع عن هيرتز هاليفي، هو الذي اتخذ هذا القرار بتشكيل لجنة تحقيق. وبالتالي أنا بتقديري الهدف من وراء هذه اللجنة ربما الخروج بنتائج حتى أثناء الحرب. الإعلام العبري اعترف بفشل الكيان الصهيوني خلال العام 2023، ثبتت علاماته في سلوك المسؤولين الصهاينة حسب صحيفة يديعوت أحرونوت التي قدرت بأن المشكلة الاستراتيجية لإسرائيل لا علاقة لها بحماس أو حزب الله أو إيران، بل معاناتها من مرض سمته الغباء الصحيح، دلت عليه العنصرية والشعبوية والإدمان على الكراهية الداخلية تقول الصحيفة.
عليهم يعني. انتهت النشرة، شكرا لكم. تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة. إلى اللقاء.